علم الفلك هو أقدم العلوم على الإطلاق، إذ نتج عن الدافع الطبيعي للإنسان لاستكشاف المحيط الذي يعيش فيه ومحاولته فهم الظواهر اليومية التي قد تبدو لنا بديهية في وقتنا الحالي، كالحركة الظاهرية للشمس في السماء أو اختلاف الفصول مثلا. وكان الفضاء دائما وما يزال أحد رهانات القوى العالمية بشقيها العسكري والمدني، فضلا عن كشفه لتطور موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية قبل أن يزداد الأمر به افتتانا بفضل ترويج أساطير الأجسام الغامضة والصحون الطائرة المقترنة بأفلام الخيال العلمية وتعدد العوالم وإمكانية وجود حياة أخرى والنزول على المريخ والمدنبات والشهب وتوليد الطاقة، مما يبين الأهمية الجيوسياسية والجيوستراتيجية للفضاء. وفي السنوات الأخيرة بدأت الدول العربية تعمل على خلق مكانة لها في هذا النادي، رغم الحصار غير المباشر الذي يفرضه الغرب على العرب في هذا المجال، حتى يبقى مسيطرا على مناطقه الاستراتيجية العربية. ومع ذلك تعمل دول عربية على كسر الاحتكار الغربي لهذا المجال، وتسعى إلى اللحاق ببرنامج الفضاء العالمي وإنشاء برامج خاصة بها. فقد انتقل العالم في ظرف 58 سنة من صناعة القمر الصناعي إلى صعود الإنسان فوق القمر، ثم إلى إرسال أول إنسان آلي على سطح كوكب المريخ، فضلا عن كون غزو الفضاء يساعد في تطوير تقنيات الاستشعار والتحكم عن بعد ومراقبة الكواكب ومسح خرائط الكرة الأرضية بدقة أكثر. بمناسبة بما ان احنا بنتكلم برضو عن يعني قيمة الفلك في تحديد مواقيت الشهور، ازاي بيتم تحديده ومعرفة يا فندم ان بكرة غرة رجب، بكرة غرة شعبان، بكرة غرة رمضان، بكرة عيد الفطر، يعني ضعنا في التفاصيل ده وازاي بيتم من خلال الاجهزة يا فندم المختلفة اللي موجودة مثلا في مرصد حلوان. ماشي، قبل ما اتكلم عن الشهور القمرية وتحديد بدايات الشهور، تمام، احنا احتفلنا السنة دي والسنة الماضية بحاجة بتمت للزراعة بصفة اللي هي بداية السنة الفرعونية. جميل. ناس كتير ما تعرفش ان بدايه السنه الفرعونيه مش 11/9، 11/9 دي بدايه السنه القبطيه سياسيه. بدايه السنه الفرعونيه كان في مصر من 20/7 ل 24/7 حسب المكان، لو انت بتحتفل في اسوان ممكن يبقى 20/7، لو انت بتحتفل في القاهره كان بدايتها حسابيا 24/7. تمام، فبدايه السنه في المنطقه الجغرافيه احنا اول ناس اخترعنا ما يسمى بالتقويم اليولياني او التقويم الجريجوري، اخترعناه من ايام نبطة بلاير، والاثريين عارفين ان نبطة بلاير دي الحضاره اللي هي قبل الحضاره الفرعونيه بحوالي 5000 سنه. تمام. يعني احنا ليه المصريين اتجهوا للتقويم الفرعوني؟ الفلاحين في مصر عارفين ما يسمى بشهر توت، شهر كهي، الشهور القبطيه دهيت هي نفس الشهور الفرعونيه. نعم. وهي هي زيها، بس نتيجه لسياسه معينه امبراطور اغسطس قال بدل ما يبتدي مع فيضان النيل اللي هو توت المفروض يبتدي مع فيضان النيل، فيضان النيل بيحصل في شهر 7 مش في شهر 9. فجه اغسطس اصدر امر ان السنه المصريه القديمه اللي هي الفرعونيه القديمه اللي هي تعديلها القبطيه هي نفس الشهور، بس بدل ما بدايتها بقت في 7 بقت بدايتها في 29 اغسطس. طبعا. اللي هي دلوقتي نتيجه الاختلاف في حساب الربع يوم بقى 11/9 دلوقتي، فالسنه القبطيه سياسيا 11/9، لكن اساس السنه القبطيه هي السنه الزراعيه المصريه اللي هي 24/7. نعم. اللي هي مبني على اساسها الهرم الاكبر، اللي هي مبني على اساسها ان شهر توت بياتي مع فيضان النيل. تمام. ونجم الشعرى اليمنيه. فالمصريين بيعرفوا فيضان النيل وبيعرفوا ان النيل فاض خلاص، وبيعرفوا امتى يزرعوا ايه وفي الوقت ازاي. فدي كانت حاجه عظيمه جدا، لان التقويم القمري اللي هو اساسه ديني، ليه كل الديانات اليهوديه والإسلامية والقبطية كل المواسم الدينية مرتبطة بالتقويم القمري، لأنه هو أسهل تقويم للبشرية. طبعا. الصعب هو التقويم اليولياني أو التقويم الشمسي، لأن مش كل الناس فلكيين، مش كل الناس تعرف بداية السنة الميلادية إمتى، ما أقدرش أعرف الأرض بتلف حوالين الشمس وترجع لنفس النقطة إمتى غير إذا كنت فلكي. والفكرة العبقرية بتاعة الشهور الاحتراقي اللي المصري القديم اكتشفها حوالي مثلا 8000 سنة قبل الميلاد. تمام. التقويم القمري سهل جدا ان انت تعرف بدايه الشهور القمريه، حسابيا اقدر احسبها لحضرتك العشر سنين قدام. بس شرعيا بدايه الشهر القمري لازم لما ارى الهلال. فاحنا كفلك بنرصد الهلال كل شهر في بدايته في ليله 14 و15 وفي اواخر الشهر، يبقى بالطريقه دهيت باكد
الناس اللي بتراجع ورانا او الناس اللي عايزه تطمن ان الهلال ظهر في الوقت ده، لان ممكن حضرتك اقول لك ان الهلال موجود دلوقتي فوق الافق، وان غروب الهلال حصل بعد غروب الشمس بخمس دقائق او بعشر دقائق بس، تحصل ان في سحابه معديه وحضرتك ما تقتنعش الكلام. صحيح. لكن لما حضرتك كل شهر بترى ان الحسابات لا تتعارض مع الرؤيه الشرعيه بتطمن للموضوع ده هو، وبتلاقي ان الحسابات الفلكيه حسابات دقيقه جدا. لان هدي لحضرتك مثلا، لو انت مش عارف حركه الارض وحركه الشمس وحركه القمر، مش هتقدر تنزل سفينه فضاء على سطح القمر، لان بدل ما هتنزل للنقطه المساحيه اللي هي رايحه لها او النقطه الصلبه اللي المكوك الفضاء هينزل عليها او تروح عليها، ممكن تروح لفوهة بركان او لكذا، وساعتها مش هيدور على ونش علشان يشيله على سطح القمر. فده لازم تبقى انت عارف حركه القمر بدقه عاليه. الثانيه بتفرق يا فندم في التوقيت، الثانيه بتفرق في كل حاجه. نعم. مثلا حضرتك لو صورت مثلا، هتكلم مثلا عن ابار البترول، اي خبير في البترول دلوقتي عشان يجي يحفر بير بترول معين لازم يعتمد على صور الاقمار الصناعيه. صور الاقمار الصناعيه لو خلفت معاك ثانيه، ممكن بدل ما تقول ان البير ده في المحافظه دي موجود في محافظه ثانيه او موجود في مكان ثاني، فالثانيه بتفرق معاك في تحديد المكان بدقه عاليه جدا، سواء في الهبوط، سواء في اكتشاف الثروات المعدنيه اللي تحت الارض، سواء في حركه القمر الصناعي نفسه، سواء في اطلاق القمر الصناعي نفسه تحطه في مدار ثابت، حاجات كتير جدا. وبناء عليه بيتم تحديد رؤيه الهلال يعني ومعرفه بدايه الاشهر الهجريه زي الرجب عن طريق الرصد وعن طريق الحساب وعن طريق الرؤيه الشرعيه. تمام. بلجان مشتركه ما بيننا وما بين الافتاء. ده يتشابه مع قصه تعامد الشمس ومساله كسوف وخسوف الشمس، ام لهم قراءه اخرى لهم؟ هي نفس الحسابات. تعامد الشمس مثلا على وجه رمسيس الثاني او اللي احنا اكتشفوه حديثا دلوقتي في كنيسه ماري مينا في الشرقيه، كل ده فكرته واحده، فكرته ان الشمس ليها كل يوم نقطه معينه بتتحرك في النقطه دي حسب دوران الارض حوالين الشمس. فانا عارف ان يعني مثلا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني كان بيحصل قبل السد العالي يوم 21 اكتوبر 21 فبراير. تمام. لما جت غرقت الاثار دهيت وجت اليونسكو نقلتها، حاجه من الاثنين، يتغير تصميم المبنى يا اما، وطبعا ده ما تقدرش تعمله لان ده حاجه اثريه، يا اما تغير المكان. فهي غيرت المكان اجباري لان السد العالي اتعمل في مكان المعبد القديم، فحصل معها فرق يوم بقى 22 اكتوبر وبقى 22 فبراير. ده يورينا ان الحاجه دي مش حاجه معجزه. يعني حضرتك ممكن تعملها في بيتك، يعني انت عايز تعمل بيت بتصميم معين بحيث ان الشمس تظهر فيه يوم عيد ميلادك مثلا ويوم توليك العرش، سهل يتعمل. طبعا. عن طريق الكمبيوتر وعن طريق معرفتك لميل الشمس في اليومين دول، والحاجات دي كلها محسوبه بالكمبيوتر، محسوبه بالبرامج الفلكيه. تقدر تعرف. ممكن احدد لحضرتك كمان عمر الاثر او عمر الحاجات دي. ممكن احضر لحضرتك اتجاه القبله بدقه عاليه لاماكن الصلاه والحاجات اللي زي كده. شغل المساحه، شغل برضو احنا كلنا دلوقتي بنعتمد على التكنولوجيا الحديثه. طيب لو التكنولوجيا دي توقفت، يعني فرضا حصلت مشكله في الاقمار الصناعيه او الاتصالات انقطعت او ناس تاهت في الجبل، في حاجات كتير حتى في القوات الخاصه، يعني كل القوات الخاصه، القوات البحريه، القوات الجويه، الفلك ماده اساسيه، وتحديد برضه مناطق البؤر الارهابيه يا فندم المتخفيه. حضرتك التكنولوجيا الحديثه تقدر تصور لك اذا كان في ناس تحت الارض، اذا كانت في ناس ده عن طريق برضه علم الفلك، وتقدر تضحك على الناس. يعني مثلا لو انت حضرتك عايز تخبي حاجات في جبال معينه بحيث القمر الصناعي ما يقدرش يصورها لك، نوع الصخور دي تبقى صخور ايه، عايز تحط حاجات معينه بحيث ما تبقاش معرضه للتجسس بالاقمار الصناعيه، كل ده سهل تعرفه. بس لازم تعرف نوع الاقمار الصناعيه ايه، الكاميرات اللي موجوده فيها ايه، ازاي التكنيك، الجيولوجيا نفسها. فالمعهد بيتميز يعني قليل. ده احنا مطبقينه عندنا يا فندم، مستخدمين كل التكنولوجيا وكل الاشياء الموجوده بعلم الفلك ام لا؟ صعب ان انت تستخدم كل حاجه في علم الفلك، وخصوصا ان مش ناس كتير مهتمه بالفلك، وممكن صاحب القرار ما يبقاش عنده خبره او الدرايه الفلكيه في كده. ودي للاسف احنا عندنا وعي قليل اليومين دول بالعلم بصفه عامه. حضرتك اللي بيتسيد العلوم او اللي بيفهم العلوم يقدر يستفيد بيها في كل المجالات. صحيح. يعني بره، انا مش هقول في مصر او هتكلم عن مصر، امريكا بتهتم بالفلك للدرجه الاولى كعلم عسكري، لان هو الفلك هو اللي بيخليها الاقمار الصناعيه تتحرك ازاي، بيخليها تطلق الاقمار الصناعيه ازاي، بيخليها تتجسس على الناس ازاي. صحيح. وهي قاعده ترصد او تبعت صاروخ كل حركه حضرتك، لو في حريقه حصلت في اي بؤره على الارض اوتوماتيك بتتبلغ بيها الاجهزه بتاعتهم. عن طريق تصوير الارض
كل ثانية بطريقة معينة وبكاميرات كتير. طيب سريعا كده دكتور، عايز حضرتك تكلمني عن المتحف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، الأجهزة اللي فيه، وكمان غرفة الساعات اللي احنا اتفرجنا معاها مع عليها مع حضرتك قبل ما نصور الفقرة دي. الساعات دي من امتى؟ أهميتها ايه؟ كمان الأجهزة والأشياء الثمينة يعني والذات قيمة عالية هنا. زي ما بقول حضرتك المعهد كان مبني على أساس يبقى قاطرة للتكنولوجيا في مصر من 1839 لغاية النهاردة. عندنا أجهزة من قبل 1839 كمان. الملك فاروق جزر المتحف كذا مرة، جزر المعهد كذا مرة. الخديوي عباس حلمي الثاني بعد ترسيم حدود مصر الشرقية وترسيم حدود طابة اللي هي كانت سبب أساسي في رجوع طابة لمصر، كان مدراء المعهد كيلينج وويد هم اللي رسموا حدود مصر الشرقية كلها في شهرين، وهم اللي عملوا مع الإدارة المصرية والإدارة الإنجليزية في الوقت ده اتفاقية 1906. طب الساعات دي أهميتها هي يا فندم؟ الساعات دي حضرتك زي ما قلت لحضرتك الوقت مهم جدا لرسم الخرائط، لرسم الحدود، لدراسة النجوم، لضبط الزمن، الكلام ده كله. تمام. عندنا الساعات دي هي كان أساسها ضبط الزمن لمصر لغرض الأغراض العلمية عن طريق رصد النجوم. عندنا تلسكوب إسماعيل باشا الفلكي من 1870 معمول لخط عرض مصر. نعم. متصنع خصيصا لينا، عن طريقه نقدر نرصد عبور النجم في خط الزوال، وعن طريق عبور النجم ده هو بنقدر نحسب الزمن باكيورسي عاليه جدا. الحته دي بطلت بعد اختراع الساعات الذريه، وكان قبل كده الساعات اللي بتشتغل عن طريق الراديو، وان انت الحاجات دي اللي انت مثلا قمر صناعي حضرتك جه دلوقتي مر بخط الزوال او مر في مصر عشان تعرف القمر الصناعي ده بيلف في انهي حته بالظبط او المدار بتاعه ازاي. طيب. لازم تبقى عارف الوقت اللي عدى عليه بدقة عالية جدا. تمام. فكان أساس الساعات ده هي ضبط الوقت للقطر المصري وللعالم ما شاء الله. بالتعاون مع مرصد جرينتش عندنا تاني ساعة بعد جرينتش. عندنا 5 ساعات إلكترومغنيتيك من 100 في العالم. نعم. فالحاجات دي هتلاقي يعني أنا نفسي إن شاء الله بعد بناء المباني الجديدة إن أنا نعمل متحف علمي لتاريخ العلوم في مصر. لان حضرتك المعهد كان مختص، بدايه المساحه كانت هنا، بدايه الارصاد الجويه كانت هنا، بدايه المعايره كانت هنا. صحيح. عندنا اجهزه لكل الهيئات دهيت. فلو تتجمع كلها في متحف لتاريخ العلوم ممكن تلاقي حضرتك هنا نيازك موجوده زي اللي موجوده في المتحف الجيولوجي، واحنا بنمد المتحف الجيولوجي في الحاجات. صحيح. اللي بنلاقيها. وانا بضم صوت لصوت حضرتك حقيقه يا دكتور، يعني مهم جدا ان احنا نهتم بكافة أنواع العلوم وتحديدا علم الفلك اللي متشعب ومتعلق بكثير من أنواع العلوم المختلفة والمجالات اللي احنا فعلا لو قدرنا نهتم بيها ونكثف الجهد المبذول وننفق مزيد من الأموال في يعني استحداث مثل هذه الأجهزة التكنولوجية وحتى نقدر نتقدم في هذا المجال، أعتقد نشهد الوجه الأمثل لمصرنا الحبيبة وتقدمها في مختلف المجالات، وده اللي احنا بنأمله. بشكر حضرتك جدا دكتور على الجولة الجميلة داخل المتحف وداخل المعهد بشكل كبير، وتعرفنا على كافة الأجهزة والمعلومات الجميلة عن علم الفلك. شكرا ليك الأستاذ دكتور أشرف شاكر رئيس معمل المجرة والمجرات الخارجية. تحياتي ليك يا فندم. ألف شكر. كثير من المخاطر الجيولوجية في العالم تؤثر على حياة البشر وممتلكاتهم، وتعد الزلازل من أكثر مسببات الكوارث لأنها تحدث فجأة ويمكن أن تتسبب في تدمير كبير وخسائر فادحة في الأرواح. تحدث معظم الزلازل لأسباب طبيعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الحركية التكتونية أو إلى غيرها من التأثيرات الجيولوجية، ويمكن كذلك أن تحدث بنسبة قليلة بسبب الأنشطة البشرية. يتم قياس الهزات الأرضية بالطاقة المتحررة أو بالدمار الذي تتركه على سطح الأرض مباشرة فوق بؤرة الزلازل، وتقاس فوق الهزة الأرضية أو الطاقة المتحررة منها بواسطة تسجيلات السيزموغراف.
فإذا بلغت قوة الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس ريختر يمكن أن يشعر بها البشر، ولكنه قد لا يشكل خطرا محسوسا. أما الزلازل المدمرة جدا فهي التي تبلغ قوتها أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر. وتتسبب الزلازل في الكثير من الأضرار مثل الانهيارات الأرضية أو ارتفاع الأراضي في مناطق معينة، مما قد يتسبب في غرق بعض الجزر أو المناطق الساحلية، كما أن اهتزاز الموجات الزلزالية يمكن أن يدمر المنشآت الضعيفة، إضافة إلى غمر أمواج البحر الزلزالية أو ما يعرف بتسونامي لليابسة. مشاهدينا، نحن الآن متواجدين داخل قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. هنحاول بشكل كبير نوضح لحضراتكم الصورة الكاملة حول هذا القسم ودوره وأيضا الزلازل ومجريات الأمور المتعلقة في رصد التحديات والمخاطر الخاصة بالجيولوجيا والمخاطر الجيولوجية اللي بتواجه بعض المشاريع أو المناطق الموجودة عندنا في مصر، ونتعرف يعني إيه زلزال، إيه اللي بيحصل في عملية الزلزال وأسبابه، كل الحاجات دي هنحاول نعرفها مع ضيف العزيز المحترم الأستاذ الدكتور أحمد علي بدوي رئيس قسم الزلازل. أهلا بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. في البداية كده عرفنا عن القسم، دوره وأهميته وأهدافه ويعني إيه زلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة القسم الزلازل أحد الأقسام الخمسة اللي بيضمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. المعهد ككل هو أقدم معهد في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لدراسة علوم الفلك والجيوفيزياء. يعني بإيجاز بسيط جدا، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هو عبارة عن شقين أساسيين، الفلك والجيوفيزياء، اللي بيلخصوا هما عين بترصد السماء والفضاء وأذن بتسمع الأرض وما بها، وبالتالي هذه الأذن أحد آليات التعرف على الظواهر الجيولوجية والطبيعية ومنها الزلازل، اللي هي ظاهرة طبيعية قديمة قدم الكون كله، وبالتالي هذه الخاصية المرتبطة بالأرض وقول الحق تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع، فهي ظاهرة قديمة موجودة وتعرف العالم عليها من زمان جدا جدا جدا. مصر كانت سباقة وكانت أوائل دول العالم وشمال أفريقيا وشرق الأوسط اللي بدأت رصد الزلازل لأكثر من 125 سنة. تمام. المعهد القومي أقدم معهد في أكثر من 175 سنة، قسم الزلازل أحد الأقسام الخمسة 125 سنة. تمام. الزلازل هي ظاهرة طبيعية، هي اللغة الرسمية للكرة الأرضية. اللغة الرسمية للكرة الأرضية هي الزلازل، تعبر فيها عن نفسها وتنبئ أو تنبئ الأرض عن عظيم مكنونها من ثروات معدنية وثروات كثيرة بالزلازل كلها. عرفنا كل شيء عن الأرض من الزلازل. لو قلنا أعمق بير اتحفر في الأرض 6 كيلو، عمق أو سمك الكرة الأرضية أو نص قطر الكرة الأرضية 6379 كيلو متر، احنا بس فحرنا 6 كيلو، يعني هذا الكم الكبير وهذا الطول الكبير جدا من الكرة الأرضية عرفناه بس من موجات الزلازل. يبقى الزلازل على الرغم من أنها بتبدو في ظاهرها نقمة من الله تبارك وتعالى، إنها في باطنها نعمة كبيرة جدا جدا جدا. عرفنا كل شيء من هذا السفير أو هذه اللغة الرسمية اللي هي لغة الأرض اللي هي الزلازل. لن يستطيع بشر أن يمنع الزلازل، ولن تستطيع أمة مهما أن تتقدم أو مهما أن تقدمت أن تتنبأ بالزلازل. فجميع محطات العالم وجميع مراسل العالم بترصد الزلازل أثناء حدوثها. هيتبادر السؤال للأذهان، طالما أنتوا كعلماء زلازل مش قادرين تتنبؤوا بالزلازل وما عندكوش أجهزة تتنبؤوا، إيه اللي بتعملوه وإيه الفايدة اللي بتعرفوها من الزلازل؟ الحقيقة ده سؤال يعني يطول الوقت في الإجابة عليه، لأن إحنا زي ما قلنا عرفنا كل حاجة عن الأرض وتركيبها ومحتوياتها من خلال هذه اللغة الرسمية اللي هي الزلازل والموجات، وعرفنا كل حاجة عن تركيب الأرض وعمقها وما تحتوي من ثروات من موجات الزلازل.
وبالتالي هذه أولى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حاب بها الكرة الأرضية عشان خاطر تكون لعمارة الأرض أو استخلف فيها البشر لعمارتها بهذه الزلازل. يعني الزلازل نعمة، يعني الناس اللي بتخاف منها والناس اللي بتقول ربنا يستر والحاجات دي كلها، نقدر نقول إن الزلازل نعمة في حد ذاتها عشان أتنبأ بما يعني تكتنز الأرض من كنوز وثروات بشكل كبير، وأخطط عشان أقدر أعمل تنمية، تنمية حقيقية، تنمية قطاعية، تنمية شاملة، تنمية مستدامة، عشان خاطر اللي بيسعى ليه جميع حكومات العالم هي رفاهية الشعوب من خلال تنمية مستدامة وتنمية حقيقية، مش بس أهداف التنمية الإنمائية أو أهداف التنمية، لا، ده التنمية في حد ذاتها هي أساس لرفاهية الشعوب. وبالتالي هذه الزلازل لو لم تحدث الزلازل، نجاوب ببساطة جدا، سمعنا كتير جدا عن انفجارات لكواكب كثيرة، هذه الطاقات اللي بتخرج في صورة زلازل وبراكين لو لم تحدث لانفجر الكوكب بالكامل. وبالتالي تخيل حضرتك قد ايه هيكون مستوى الدمار لو الكوكب اتدمر بالكامل. لكن لو في مكان ضعيف بيطلع فيه زلزال او بيطلع فيه بركان، هذه الطاقه بتنفذ او ببساطه كده الطاقه بتخرج، وبالتالي بيعود الكوكب مره اخرى لدرجه الالتزام بتاعه او الثبات بتاعه. يبقى بالتالي حدوث الزلازل اللي بنقول هي نعمه في باطنها، لانها لو لم تحدث لانفجر الكوكب بالكامل. ادي حاجه تانية، يبقى الجانب ان انا بنقدر نعرف كل خواص الارض وكل اللي فيها الارض من هذه الموجات الزلزاليه. اما اجي اعمل تنميه لازم اختار المكان الجيد. جميل. الطاقه، هذه الطاقه القويه او الطاقه الالهيه او الطاقه الارضيه الكبيره دي مش هيستطيع حد يمنعها، ولكن نستطيع ان نتعايش معها. ودي الحقيقه اللي العالم كله بيعمله النهارده، وعملوا قدماء المصريين، وعملوا كمان الحديثين من المصريين برضو في مشروعات كبيره جدا. لو اتكلمنا على اهرام، اختيار المكان ما كانش اختيار اعتبار مجرد بس انه بيبعد عن فيضان النيل ويحط حاجة تتحدى الزمن أكثر من 7000 سنة عشان حاجة تكون بقية أمام التاريخ. اللي هي في الحقيقة تنمية مستدامة. لما جينا بنينا السد العالي ما كانش اختيار مكان في أي مكان، يعني الفراعنة قدروا يتوصلوا للمكان المناسب لبناء الأهرامات بالظبط، اللي هو بعيد عن أي المخاطر الجيوسقية بالظبط. مش بس المكان المناسب اللي عشان كده احنا في خلال المبادرة اللي بنتكلم فيها في الحد من الكوارث والتنمية المستدامة، خريطة الطريق عشان اقدر اعمل تنميه مستدامه من خلال الحد من الكوارث، خطوه اساسيه. اول خطوه منها ان انا بختار المكان المناسب، ثم التصميم المعماري المناسب، ثم اختيار الخواص الفيزيائيه للمشروع اللي هيتعمل عليه ده، وبالتالي وخطوه ثالثه ورابعه اللي هي الصيانه الدوريه، وبالتالي ده بحقق تنميه مستدامه. ده عرف المصري القديم وعمل المنشا الشكل الهرم النهارده، اللي النهارده بس في بدايه التسعينات اللي يثبت العلم الحديث ان اختيار المكان المناسب مع تصميم معماري ان بحيث ان هو يكون الشكل الهرم ده الارتفاع بيساوي 66% من طول طلع القاعده المربع، ده بيقاوم الزلازل لحد انتنست ساعه، وده عمره ما حصل في تاريخ مصر. وبالتالي ده بيؤكد ان مصر القديم عايش وتعرف على الظاهره، ولكن لم يهرب من المكان. لما حب يعمل المكان اختار المكان الصح واختار التصميم الصح، واعتقد ده درس مهم جدا لازم نستفيد منه. والمعهد وقسم الزلازل له دور كبير جدا في اختيار او رصد كافه الاجواء المتعلقه فعلا بمثل هذه المشكله. هو المعهد قومي، يعني هو الجهه الوحيده المخوله في مصر بمثل هذه الامور، او المنديل بتاعته او الولايه بتاعته على كل هذه الامور. لابد ان يكون اول ناس تكتشف الارض هو المعهد، بحيث هو اللي يحدد المكان المناسب للمشروع يكون حط فين بالظبط، ومن ثم بعد ذلك اقدر احط شكل المعماري المشروع بحيث اقدر احقق تنميه وتنميه مستدامه. جينا عملنا الكلام ده حضرتك كمان في السد العالي. السد العالي ده سد عبقري في انشائه، لم يكن سدا بنائيا ولكن سد ركامي. اولا تم اختاره، وده افضل من الخرساني بكتير، يعني مليون الف مره. ركامي ده بيستحمل وبيعيش، ليس هناك وجه للمقارنه على الاطلاق. اول خطوه اخترنا المكان ده كان انسب مكان يتعمل فيه السد العالي. تمام. ثم الشكل المعماري، وانه يكون سد ركامي بهذا المنظر، معمول من نفس نوع الحجر الرملي الموجود، الحجر الرملي النوبي اتقفل بيه ممر الميه، ثم بعد كده عملنا البوابات وعدت منه البوابات بتاعه الميه واتعمل عليه التوربينات. وبالتالي اذا حصل لا قدر الله زلزال، الكتله بتاعه السد كلها تتحرك كوان يونت، وبالتالي غير معرض لاي ان شاء الله اي زلزال ما ياثرش. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طيب خليني اسال بقى حضرتك بقى دكتور، التساؤلات اللي عند كل الناس، اسباب الزلازل ايه؟ ايه الحاجات اللي بتخلي وجود زلازل؟ وامتى الزلزال يبقى مؤثر عليه؟ لان احنا بنتابع مثلا حدوث هزه ارضيه في منطقه كذا بدرجه 2 ريختر، والناس ما بتبقاش حاسه بالزلازل. تمام. امتى يعني يكون الزلزال خطير؟ عند درجه كام عشان برضو الناس تبقى معانا في الصوره؟ في الحقيقه اللي بيحصل على مستوى الكره الارضيه، الزلازل كاحد الطاقات الارضيه اللي بتخرج من الارض بمعدل ثابت سنوي، بيحصل تقريبا قد مليون هزه ارضيه في السنه. وده ما يخوفش الساده المشاهدين، لان مليون معنى خروج ان مليون هزه ارضيه معنى ان الطاقه المجمعه في مصر ولا في العالم كله، على مستوى العالم كله، على مستوى الكره الارضيه بالكامل. بيشعر العالم، احنا نصيبنا منه كام يا دكتور؟ هقول لحضرتك في سياق الحوار. نعم. بنشعر العالم كله بيشعر من هذه المليون هزه ارضيه سنويا فقط ب 10%. تمام. ده اللي بيحس بيه البشر، لكن المحطات بتسجل
بتسجل اكتر من مليون هزة او تقريبا بيدنو من مليون هزة ارضية. بيجي على مستوى العالم سنويا زلزال واحد فقط اكبر من 8 ريختر. يبقى بشكله على العالم كله زلزال واحد اكبر من 8. بيختلف بقى في المناطق لكن اماكنه محدده معروفه بالاحزمه الزلزاليه الزلازل الكبيره بتحصل فيها. يجي بعد ما بين 7 و 8 20 هزة ارضية او 20 زلزال سنوي اكبر من 7، ده بيسميه الميجور او الزلازل الكبيره جدا. ما بين 6 وما بين 7 بيحصل 200 زلزال في كل سنه. اقل من 5 اللي هو بنسميه احنا زلازل متوسطه او الصغيره، اقل بيحصل تقريبا نص مليون هزه اقل من 5. المحطات بتسجل لحد زلازل اقل من 1 واصغر من 1 من المقدار. وبالتالي احنا قبل ما نسجل مع حضرتك ونبدا تسجيل الحلقه كان تقريبا اصابنا زلزال في اسوان كان درجه 1 ريختر. 1 ريختر صح كده. احنا هذه الهزات الصغيره والمتوسطه لما تحصل بتطمننا ان القشره الارضيه غير قابله اللي هي ان هي تحتوي على كميات كبيره من الطاقه، وبالتالي غير متوقع حدوث زلازل كبيره. فطالما في زلازل بتسجل كل يوم ده بيطمننا ما بيخوفناش ان القشره الارضيه بتاعتنا غير مؤهله للاحتفاظ بكميات كبيره من الطاقه، وبالتالي من المتوقع يكون النشاط المستوى الزلزال كبير في مصر. وده طبيعي، احنا عارفينه كلنا على مستوى مصر كلها زلازل في مصر من نوع المتوسط والصغير مش من نوع الكبير. اللي حصل في يتبادر الاذهان للساده المشاهدين، طب اللي حصل في 92 كان ايه؟ وفي 97 كمان وفي 95 بالتحديد 95. اللي حصل في الحقيقه اللي كان في 92 ده كان زلزال قوته 5.8 في 12 اكتوبر 92. يعني بعد 5 بيبقى مؤثر الزلزال؟ هو بعد مؤثر في بعض المناطق وبعد وستة وسبعة يكون مؤثر في مناطق اخرى. هنا الفارق حسب الفارق بين درجه الاستعداد، وده اللي بندرسه بقى في علم الازمات والكوارث. يعني ايه درجه الاستعداد؟ درجه الاستعداد دايما بضرب مثل زلزال حصل في 6 في اكتوبر 92. لا ده بالنسبه لنا احنا على المستوى المحلي، انا بتكلم على المستوى العالمي. لو جبت زلزالين بنفس القوه حصل 6.2 في سنه 99 سان فرانسيسكو، ونفس الزلزال حصل سنه 2004 في مدينه بام في ايران نفس القوه. وعايزين نواجه ايه الفرق في الاستعداد بين الامم المستعده والامم غير المستعده بين الدولتين بنفس القوه ريختر 6.2. لو بصيت على ايران اكثر من 43 الف قتيل 6.2، 43 الف قتيل، وتقريبا اكتر من 80% من منطقه بام دي اتدمرت ومسحت بارض بالكامل. ناس كده عندنا في مصر هتقلق يا دكتور. لا هي ما تقلقش. هي هنا الفكره ان هو في لازم يكون في قاعده علميه سليمه بتؤسس عليها عشان خاطر التنميه بتاعتك. الحمد لله. نفس الزلزال ده بنفس القوه في سان فرانسيسكو كل اللي حصل 3 ماتوا و14 اتعوروا. نفس الزلزال، يبقى الفرق هنا درجه الاستعداد اللي احنا دايما بنقول عليها في اداره الكوارث والحد منها والتنميه المستدامه. ان لو انا بصرف جنيه واحد في فتره الاستعداد دي اللي هي ممكن قد تمتد الى سنين طويله بتوفر عليا 10 اضعاف ما ينفق في فتره الاستعداد في فتره المواجهه. في اختيار المنطقه مثلا، اختيار المناطق، اختيار التصميم اللي بنتكلم عليه اللي هو الخمس خطوات اللي هو خريطه الطريق للتنميه المستدامه. تمام. اللي بتجنب ده مخاطر الزلازل يعني. مش بس الزلازل، اي خطر طبيعي اقدر اكون مستعد له، بمعنى ان انا بقلل فتره الفجاه في الخطر الطبيعي وبجهز الامم او الامه تكون مستعده للمواجهه. بحقق اكبر قدر من او اقلل بقدر المستطاع الخسائر الناجمه عنه، وبالتالي هوفر 10 اضعافه لو بذلت مجهود جيد في مرحله الاستعداد. دايما بنقولها في كان بيعلمونا واحنا في الجيش في القوات المسلحه، العرق في التدريب بيوفر الدم في المعركه. صحيح. العرق في التدريب بيوفر الدم في المعركه. نفس الطريقه بالظبط في الاستعداد للكوارث الطبيعيه وغير الطبيعيه. كل ما اكون في درجه كبيره من الاستعداد ان اقدر يبقى عندي منشات مقاومه للزلازل او مخاطر الاكواد مواد مطابقه للمواصفات، الشعب نفسه واعي ازاي يتصرف اثناء الزلزال او اثناء اي كارثه سيان سيول او غيره. نعم. حضرتك تتذكر حادثه حصلت في مره في جامعه الازهر، احد الطالبات في المدرج قالت في حريقه. الطلبه اتدفعوا كلهم على الباب وخرجوا، حوالي 15 طالبه توفت او ماتوا لقوا حتفهم في لحظه في حين لا كان في حريقه ولا كان في حاجه. ناهيك حضرتك لو بقى هذا المدرج او هؤلاء الطلبه في الجامعه عندهم ثقافه وعندهم تدريب وحصل لهم دليل قبل كده ازاي اتصرف وازاي اعمل ايفاكيويشن وازاي اعمل اخلاء للمكان ده بكتير جدا. صحيح. وده الغرض ده النهارده الامم المتحده من خلال اطار عمل سنداي اطار عمل هيوجو. نعم. حددوا النهارده اهم المحاور اللي هي محاور الوعي المجتمعي والتثقيف ورفع الكفاءه ان انا ازاي اخلي الشعب
او اي امه تقدر تتصرف اثناء الازمه او اثناء الكارثه. تمام، يعني نقدر نقول الحمد لله رب العالمين بلدنا مصر يعني من المناطق اللي ربنا حباها من عدم التاثر بشكل كبير جدا من الزلازل. ده بناء على ايه يا دكتور؟ ان الموقع الجغرافي بتاعنا والموقع الجيولوجي بتاعنا بعيد. تمام. بعيد بشكل كبير عن الاحزمه الزلازليه الخطيره. تمام الحمد لله. ده ما يمنعش ان احنا نتاثر من وقت لاخر ببعض الانشطه الزلازليه المتوسطه، ولكن محتاجين جدا نكون مستعدين عشان خاطر ما يتكررش اللي حصل في 92. تمام. هو زلزال لو حصل في يوم في زي الزلزال ده في اليابان مثلا، اقصى ما يحدث ما يعني يصاحب هذا الزلزال ان المرجحه في الجنينه تتحرك، لكن ما يموتش 561 واحد. وما يتاثرش اكتر من 10000 عماره تتاثر. صح. وما يبقاش في اكتر من حوالي 20000 جريح لزلزال قوته عالميا من النوع المتوسط. تمام. ولكن درجه الاستعداد هي الفارق ما بين دوله واخرى ازاي يكون مستعد لمواجهه الكارثه. حلو قوي. ده بعد اذن حضرتك هيخلينا بقى نطمن شويه عن المشروعات القوميه الجديده في المناطق الجديده والمناطق اللي تم تدشينها في بعض المناطق الصحراويه. هنطمن بقى من خلال مناسبه هذه المناطق جيولوجيا وكافه يعني هذه المسميات والاشياء. نبدا كده مثلا بمشروع الضبع، منطقه الضبع والمفاعل النووي عفوا. هل هذه المنطقه تواجه لا قدر الله تحديات جيولوجيه مخاطر خاصه بالزلازل، ام تم الاختيار الصحيح ليها وما فيش اي تاثير على مثل هذه المشروع؟ انا براجع الذاكره لحضره الساده المشاهدين لما اتكلمنا على السد العالي وازاي تم اختيار انسب المكان وازاي تم اختيار انسب الموقع. اعتقد بهذه الخلفيه مع جدودنا لازم نكون النهارده احنا في العصر الحديث بنتعامل بنفس المنطق ونفس القاعده العلميه المؤسسيه اللازمه والراسخه لنعمل مشروع نووي واحقق الحلم النووي المصري في استخدام التسميه للطاقه والطاقه الكهربائيه من خلال المفاعلات النوويه. في الحقيقه الضبع انسب مكان في مصر نقدر اعمل فيه او ابدا فيه الحلم المصري النووي واعمل مفاعل نووي. دي اكتر منطقه لاقت العديد من الاهتمام من الدراسات. كافه الدراسات الجيوفيزيقيه والجيولوجيه والجويه والبيئيه والمناخيه تؤكد ان هذا المكان هو افضل مكان ابدا به المشروع. جميل. كافه الاحتمالات اللي توقعات لحدوث كوارث طبيعيه محطوطه في الحسبان سواء كانت زلازل او موجات تسونامي او تغيرات جويه او تغيرات مناخيه. كل هذه الامور اكدت ان المنطقه الضبعه كاحد المفاعلات النوويه ان شاء الله في المشروع النووي بالكامل انسب مكان وامن مكان نقدر اعمل فيه هذا المشروع ان شاء الله رابع عامين اللي تقدر فيه مصر تحقق الطموح في تنويع سله الطاقه في جمهوريه مصر العربيه. تمام. مش بس المحطات النوويه او غيره، في كافه المشروعات القوميه النهارده يعني القياده السياسيه في مصر ايقنت اهميه ودور المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. صحيح. في اختيار انسب المواقع النهارده ما فيش يعني التوجيهات الموجوده ان اي هيئه او اي منظمه او اي جهه مسؤوله في مصر تعمل اي تخطيط تنميه عمرانيه في مصر لابد ترجع للمعهد تاخد راي المعهد انسب مكان فين انسب تصميم معماري للمنشأ اللي يكون بحيث اقدر فعلا احقق تنميه مستدامه. ده الحمد لله تقريبا في معظم المشروعات اللي بتجريها الجمهوريه مصر العربيه حاليا في وقت الراهن بيرجعوا للمعهد جميع محطات الكهرباء في مصر معموله بعد الرجوع للمعهد. تمام. جميع الانفاق اللي حصل في سيناء عشان خاطر تربط بين شرق وغرب الارض العزيزه علينا في سيناء طبعا. المدن الجديده طب يا دكتور، يعني المدن الجديده المناطق السكنيه الجديده اللي تم تدشينها مؤخرا اكثر من ملايين الوحدات السكنيه والمناطق ما شاء الله اللي تم تدشينها في الحقيقه بعد الدروس اللي يعني تلقيناها من في بدايه الثمانينات وبدايه تاسيس المجتمعات العمرانيه اذا كان في 15 مايو او المشاكل اللي لقيناها فيها كان لابد من التوصيه ان اي مكان جديد او اي قريه بتاع مدينه جديده محتاج ان انا اعمل فيها تنميه محتاجين نختار انسب المواقع بالذات من المخاطر الجيولوجيه. وده هقول ان هو تم في بعض المدن ولم يتم في البعض الاخر. الجزء كبير جدا يعني بيخشى انه يكون الكلفه عاليه. في الحقيقه الكلفه ممكن ما تكونش عاليه جدا على الاطلاق في ان انا بختار مكان مناسب. نعم. بل بالعكس احيانا بحط احتياطات اعلى مما واجب وضعها. نعم. لان انا ما اعرفش حاجه عن المنطقه الموجوده. نعم. لكن لو رجعت للمعهد وخدت رايه في انسب المكان فين هيفيدني بكتير جدا جدا جدا. طيب الناس اللي هي دلوقتي سمعتنا وقالت في بعض مدن تم اختيارها بناء على الدراسات وفي بعض المخاطر. المخاطر ممكن تكون ايه برضه عشان نطمن المشاهد؟ يعني هو المخاطر ان انا بعمل منشآت غير مطابقه للمواد باستخدام مواد غير مطابقه للمواصفات بختار اكواد بطبق اكواد اعلى او اقل من المنطقه المفروض اطبق فيها. لكن انا لو رجعت للمعهد والدراسات الجيوفيزيقيه بقدر اعرف كل حاجه عن بطن الارض في منطقه الاساسات وتربه الاساسات. بقدر احط كمان الشكل المعماري بحيث لو حصل لا قدر الله زلزال مش بس يبقى في مشاكل ده في حصل كتير جدا من المحتوى الترددي
للزلازل والأنشطة الزلزالية المحيطة. كل هذه الأمور بمعلومة بسيطة جدا متوفرة في المعهد وموجودة في المعهد هقدر أحقق تنمية حقيقية وتنمية مستدامة وحافظ على حق هذه الموارد الأجيال القادمة اللي هي دي أساس التنمية المستدامة، إن حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية الموجودة في مصر كلها، وإن شاء الله ربنا يقي مصر كل يعني أشرار السوء. يعني اسمح لي أتكلم معك في قضية للأسف باتت تؤرق الكثير وتحديدا من سكان الدلتا، يعني ما أثير مؤخرا حول غرق الدلتا بعد 50 سنة. أكيد طبعا المعهد وتحديدا يعني قسم الزلازل ليه دراسات حول هذا الشيء، يعني طمنا وأخبار هذا الموضوع ومدى صحته، هل ده صح ولا؟ في الحقيقة أنا يعني إحنا كمصريين بنعتز بأن إحنا من الدول القليل جدا، على الرغم من إحنا متعرض بشكل كبير من التغيرات المناخية، وكل الدلتاوات العالم معرضة أنها تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية المصاحبة لهذه الأمور كلها، إلى أن في 2012 كانت مصر خامس دولة على مستوى العالم بتعد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث الطبيعية الناجمة عن هذه التغيرات الطبيعية. وفي الحقيقة سمعنا كتير عن غرق الدلتا وسيناريوهات على مدار 50 سنة و150 سنة و200 سنة وارتفاع مستوى سطح البحر في الحقيقة هذه الاستراتيجية، وكان زي ما قلنا احنا بنفخر احنا كخامس دولة في العالم بنعد مثل هذه الاستراتيجيات بدون تهوين او تهويل. الدلتا في امان بشكل كبير جدا، على الرغم ما يشاع في وكالات الانباء او في الصحف والاذاعات والتلفزيونات ان الدلتا والدلتا والدلتا ليست بهذا الحجم الكبير من التهويل. طب ليه سبب الشائعات دي يا فندم؟ يعني الناس ارتكزت على الشائعه اللي بتقول ان بعد 50 سنه مش هيبقى في دلتا، مش هيبقى في اسكندريه، مش هيبقى في مش عارف المنصوره، مش يعني كل مناطق الدلتا مش هتبقى موجوده، ارتكزوا على ده. هذا للاسف الشديد يعني عدد كبير من المتحدثين غير مختصين او غير متخصصين في هذا الشان او في هذا المجال، وبالتالي الفضائيات المصريه وغير المصريه والعالميه النهارده الكم او الهواء الفضائي النهارده اللي عايزين يملوا الهواء ده، يملي الهواء ده بمخصص او غير متخصص. انا نفسي اللي يتحدث في اي قضيه يبقى عنده من الدراسات ويقول الدراسه الفلانيه سنه كذا بتقول كذا والدراسه بتقول كذا، بحيث ان دي قضايا بتمس الامن القومي، دي قضايا بتمس تنميه، بتمس سياحه، بتمس حاجات كتير جدا. تمام. الدلتا الحمد لله ربنا حباها بحاجات كتير جدا، يعني هذه الاستراتيجيه قسمنا فيها الساحل الشمالي المصري كله اللي اكثر من 1300 كيلو لمناطق ومساحات مختلفه. ما اقدرش اتكلم على 1300 كيلو بنفس اللغه. كل منطقه محتاجه، في مناطق محتاجه حمايه صناعيه، في مناطق فيها حماية طبيعية، في مناطق ربنا سبحانه وتعالى حميها بشكلها الطبوغرافي والمورفولوجية الموجودة على سطح البحر. تمام. وبالتالي هذه الاستراتيجية قسمت الساحل الشمالي المصري كله من رفح في الشرق إلى السلوم في الغرب لخمس مناطق أساسية. تمام. وحتى بالتفصيل والكلفة الاقتصادية والاستثمارية كل منطقة من هذه المنطقة محتاجة إيه. ما أقدرش أتكلم على بورسعيد زي ما أتكلم على بلطيم، ما اقدرش اتكلم على الساحل الشمالي زي ما اتكلم على اسكندريه. نعم. في اسكندريه ما اقدرش اتكلم على ابو قير زي ما اتكلم على محطه الرمل. نعم. كل منطقه ليها الخصائص بتاعتها ومحتاجه. جميل. الاستراتيجيه اكتر من 450 ورقه متكلمه بالتفصيل عن كل نمنميه مديه. نعم. متخذ القرار. نعم. حتى الخطه التنفيذيه على مستوى القصير ومستوى المتوسط ومستوى طويل المدى، بحيث اقدر فعلا اعمل تنميه حقيقيه. النهارده الساحل الشمالي والساحل الشمالي الغربي هو حلم مصر في التنميه. صحيح. ما نيجي نتكلم على التغيرات المناخيه ومستوى سطح البحر، اقل حاجه مصاحبه للتغيرات المناخيه هي مستوى سطح البحر. تمام. ده حاجه بسيطه جدا، لان في حاجات اخرى اقصى ضراوه من مستوى سطح البحر، الجفاف، الاحداث المتطرفه او اللي بنسميها الاكستريم ايفنتس اللي حصل في 2010 في السيول اللي حصلت في شمال وجنوب سيناء. تمام. اللي حصل في اسكندريه في 2015، السيول اللي حصل في 2015، اللي حصل في بالتحديد في 12 مايو 2013 في جمصة يوم الجمعة بالضبط، لما خلال 24 دقيقة بس ساعة الجمعة أكتر من 200 عمود كهرباء يتدمروا بالكامل في إعصار. صحيح. حصل في إعصار في جمصة. صحيح. عمرنا في مصر كنا نسمع عن أعاصير في جمصة؟ لا طبعا. دي تغيرات مناخية، دي أحداث جامحة مصاحبة تغيرات مناخية. أعتقد متخذ القرار بس ده مش معناه إن يبقى في غرق في الدلتا وما تبقاش منطقة. يعني أنا ما بتكلمش أنا بعيد خلص موضوع الدلتا، أنا بتكلم على أحداث أخرى الناس ناسياها. صحيح. أهم ضراوة وأهم إن النهاردة يتخذ الاهتمام بيها مثل هذه الأمور. النهاردة بنتكلم على جفاف، بنغير على تغير مواسم الأمطار، والنهاردة بنتكلم لسه بنتكلم في مشكلة سد النهضة وسد النهضة. نعم. يعني مش أي
غريب، ما ادراك ان بكره الصبح ربنا سبحانه وتعالى غير في الامور امور، وكل هذه الهضبه الاثيوبيه والهضبات اللي كنا بنجيبها هنا مصدر الميه الرئيسي اكثر من 90% من الميه في مصر ممكن جدا يتغير مع تغيرات مناخيه. لازم يكون في سيناريوهات لدرجه الاستعداد، لان هي دي الحرب اللي جايه، حرب الميه. في النص دي يا دكتور، اكثر المناطق يعني المعرضه للزلازل في مصر بتكون فين وليه؟ نتيجه لانفتاح البحر الاحمر والخليجيه السويس والعقبه، هم دول اكتر منطقتين او اكتر منطقه. حتى الكود المصري لما حط هذه المنطقه حط منطقه سماها منطقه رقم 5، بتاخد اعلى درجات الحيطه والحذر في تصميم المنشات وفي تصميم المشروعات، لان دي اكتر منطقه نتيجه لانفتاح البحر الاحمر، لان البحر الاحمر بعد 200 مليون سنه متوقعين يكون محيط اكبر من كده بكتير، وبالتالي دي اكتر منطقه في مصر. دكتور انا بحيي حضرتك الحقيقه، مش بس اضفت للمشاهدين معلومات مهمه جدا حول الزلازل، لا ده انا شخصيا استفدت وعرفت قد ايه والدور الكبير اللي بتلعبه بلدي ممثله في الهيئه، ممثله في مركز الزلازل وقسم الزلازل، عن تقديم كافه الدراسات والابحاث لاهم المشروعات القوميه العملاقه اللي بيقاس عليها بدا التنميه والتقدم الاقتصادي وكافه المجالات في بلدنا الحبيب مصر. بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور احمد علي بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. شكرا لك دكتور، شرفتنا وتحياتي لحضرتك. عفوا يا حسن بيه، شرفته واهلا بيكم، ومصر الزراعيه كلها منوره في المعهد القومي للبحوث الفلكيه، وان شاء الله الى لقاء قادم ان شاء الله. ربنا يبارك. بشكر حضراتكم جدا مشاهدي الكرام، يا رب تكونوا استفدتوا من خلال حلقتنا اللي اتكلمنا فيها الحقيقه عن جزئين، عن جزء الفلك وجزء الزلازل، وعرفنا قد ايه الدور الكبير اللي بيقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، عرفنا كيفيه التنبؤ ومعرفه وقراءه هلال الشهور المقدسه زي شهر رمضان، شهر رجب، شهر شعبان، ودوره في رصد كل هذه الاشياء. مهم جدا ان احنا كنا نطلع حضراتكم على مجريات هذه الامور وتشوفوا على ارض الواقع وتكون الصوره واضحه بشكل كبير جدا قدام حضراتكم حول هذه المعلومات الهامه. نتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه، نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده وصوره اخرى بوضوح. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشدويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.